لم يتبقى سوى 20 يوما عن الانتخابات العراقية التشريعية، ولا زالت القناعة بالمشاركة غير مكتملة. الشباب العراقي اليوم هم أكثر الفئات عزوفا وإحباطا في التغيير والمجيء بواقع سياسي آخر وفقدان الثقة، خاصة بعد احتجاجات تشرين. مراكز استطلاع الرأي المحلية تتحدث عن نسب كبيرة من الذين تسمح أعمارهم للتصويت مقاطعين بالمرة الانتخابات المقبلة. عازف عن الانتخاب خوفا من تكرار المرحلة أو تكرار السلبيات اللي حصلت بالعملية السياسية والبرلمانيين وعدم إيفائهم بوعودهم وأمور كثيرة. ما راح يتغير شيء سواء انتخبنا أو ما انتخبنا، نفس الوجوه راح تنعاد. اليوم الشباب شنو يطالب؟ يطالب توفير وظائف، توفير خدمات، توفير حياة كريمة. كل هذا ما شفناه بظل الحكومات السابقة، وبالتالي حتى لو انتخبنا أكيد نفس الوجوه راح تنعاد. وتبقى المحاولات مستمرة لاستمالة الشباب من قبل الأحزاب السياسية والتأثير عليهم وكسب أصواتهم بمختلف الطرق والوسائل، لكن حجم الافتراق والابتعاد بات كبيرا، وهذا ما ولد أزمة ثقة وتردد ملموس لدى أغلبيتهم. لذلك من الطبيعي أن نشهد حالة من العزوف من قبل المواطن العراقي وتحديدا طبقة الشباب، باعتبار أنه موضوع الحقوق للمواطن العراقي التي أقرها الدستور العراقي وفق المادة 14 وصولا المادة 46 لم تقر أي مادة حقيقة دستورية بقانون أو تشرع بقانون، لذلك من الطبيعي جدا أن نشهد هذا العزوف. وعلى الرغم من أهمية الشباب في صناعة التغيير وضخ الدماء الجديدة في مفاصل العملية السياسية عن طريق الاقتراع والتصويت، لكن هذا بات لم يقنعهم في ظل وجود السلاح المنفلت والتزوير. مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة يشهد العراق عزوفا كبيرا في المشاركة والتصويت، وخاصة من قبل شريحة الشباب بسبب انعدام الثقة في العملية الانتخابية. فقار فاضل، بغداد اليوم.